هل ترى أنه النظام البرلماني في العراق يعني بالفعل أخفق بعد عقدين من الزمن، خاصة بأنه النظام البرلماني إذا وجد في بلد ضعيف اقتصاديا يعاني الفقر اجتماعيا، فيكون نظاما فاشلا، احتمالات فشله قوية كما يرى مراقبون؟ نعم، تحية لجنابكم والأستاذ الضيف والمشاهدين. حقيقة السؤال هذا والموضوع هذا كبير، وفتحة في هذه المرحلة أيضا مرحلة حساسة جدا. لي وجهات نظر ربما مختلفة. أنا من 40 شخصية الذين كتبوا مبادئ الدستور في مؤتمر لندن قبل التغيير، وأعرف ما هي المبادئ، وأعرف لماذا كل مبدأ وضع وثلاثة أيام من العراق في غرفة صغيرة انتهت بمبادئ واقعية تناسب العراق للشروع به. فالأمور ليس كما يتصورها البعض. ما تم تقريره في مؤتمر لندن وهو مثبت وموثق سار عليه الأمريكان، فالأمريكان لم يكتبوا دستورا للعراق، هذا فهم خاطئ تماما. وفي مرحلة الشروع جرى تجميع عشرات كبار الخبراء العراقيين في الدستور ومن القضاة ومن الداخل، وتم الشروع بكتابة مسودة للدستور بإشراف نوح فيلدمان كمساعد لهم ولم يملي عليهم، وعرضوا عليهم كل أنواع الدساتير التي تتضمن مبادئ ثلاث لنظام الحكم، وهو الجمهوري النيابي الديمقراطي ونظام الإدارة الاتحادي، وأخذوهم سفرات إلى عدة دول لأجل مساعدتهم على بلورة شكل للدستور. ثم اكتملت مسودة للدستور وكان يفترض أن تطرح للاستفتاء الشعبي، وهذه المسودة لم يكتبها الأمريكان بل ساعدوا العراقيين في كتابتها، وهذه مسألة يجب أن تكون واضحة. لكن الأمم المتحدة وغسان سلامة أوشى بهذا المشروع لدى السيد السيستاني، فقرر السيد السيستاني عدم التأييد لهذا المسار بدعوى أن الأمريكان لم كتب الدستور، والأمريكان مؤكدا لم يكتبوا الدستور. هذه قضية مهمة. جاءت الجمعية الوطنية وأخذت مسودة الدستور، وهنا تم الدخول السياسي على المشروع، وهنا تم تزوير وتحوير الدستور. نعم. غيب مجلس الاتحاد وغيبت فقرات مهمة ومنحت وظائف أخرى، وتم تشويه الدستور الذي كان كتب بمعايير دولية وبواقعية بدءا من مؤتمر لندن إلى السادة القضاة والخبراء. طيب. الذين كتبوا الدستور، هذه الصورة غير واضحة، هذا ابتداء.